لن تتقدم الدول إلا بالعلم، وإحنا شايفين العالم كله في تصارع وفي إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، وبقى في حاجة اسمها اقتصاد الفكرة أو الابتكار. وبالتالي لما هاجي أرجع للقطاع الزراعي، إحنا قدرنا نشوف نموذج في مصر جيد لمشروعات قومية على أرض الواقع تم تنفيذها في فترة وجيزة. لما نيجي نشوف إيه اللي حصل في مصر من 2014 للآن، ألاقي أن مصر أضيف على الرقعة الزراعية بتاعتها 3.5 مليون فدان. إحنا النهاردة بنعمل معالجة لمياه الصرف الزراعي في منطقتين على مستوى الجمهورية. بنعمل المعالجة لمياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، اللي هي الدلتا الجديدة، اللي هي تبقى جنوب الضبعة وجنوب العلمين على محور رود الفرج. وفي نفس الوقت بنعمل محطات معالجة اللي هي في البحر البقر، محطة المحسمة دي بتبقى حوالي 6.5 مليون متر مكعب ماء يومي. غرب الدلتا حوالي 7.5 مليون متر مكعب ماء يومي. أنا اقترحت اقتراح، وده اقتراح أتمنى الإدارة السياسية تتبناه في المرحلة اللي جاية، إن احنا يكون عندنا خزان زي خزان أسوان يتم إنشاؤه في غرب الدلتا جنوب الضبعة. الخزان ده على مساحة ما تقلش عن 40 أو 50 ألف فدان بعمق وليكن 40 متر. كان في مشاركات فعالة كتير جدا، وفي آراء قيمة جدا تم تقديمها للسادة اللجنة أعضاء المنصة، وإن شاء الله يعني بتنفيذ هذه الآراء هيكون الوضع الاقتصادي بالنسبة للزراعة في مصر في مكانة أخرى بإذن الله. أما بالنسبة لمشاركتي أنا، فأنا لو حبيت أن أنا أحط عنوان لمشاركتي، فهقول أن تصور أو وضع استراتيجية مقترحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. هذه الاستراتيجية قائمة على مجموعة من المحددات والمرتكزات. المحددات لهذه الاستراتيجية بتتمثل في ان توفير مستلزمات الانتاج الزراعي بيتاثر بالعدد بعديد من المتغيرات، سواء كانت متغيرات محليه وتتمثل في الزياده السكانيه المرتفعه، او متغيرات اقليميه نتيجه للي بيحصل من اضطرابات عالميه، وبالتالي الاسعار العالميه اللي بتتزايد بشكل قوي. النهارده اتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه والازمات الاقتصاديه اللي بتواجه العالم كله في الوقت الحالي، واللي أثرت بشكل مباشر على الدول الناشئة واللي منها مصر. النهاردة كلمنا على ضرورة الأخذ بتوصيات عدة، من ضمنها إن احنا لازم نقلل الإنفاق الحكومي، من ضمنها إن احنا ننوع مصادر النقد الأجنبي. النهاردة كلمنا أيضا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا، بحيث إنها ان احنا من وقف فوري للاستيراد اي منتج يكون بينتج في مصر او بيتصنع في مصر او له بديل هنا في مصر. الحوار الوطني يخلق المساحات المشتركة، طريق من ضمن الطرق اللي بننتهجها لأجل الجمهورية الجديدة. طيب، المحور الوطني كان عنده جلسة من جلسات المحور الاقتصادي ومناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني. عاوزين نتكلم على استثماراتنا العامة، وعاوزين نتكلم على ازاي نقدر ندخل مستلزمات الانتاج، عاوزين نتكلم في حاجات كتير جدا. خلوني ارحب، أنا عادة برحب من اليمين بس ليديز فيرست، وإلا كلنا ممكن تطير رقبتنا يا جماعة. والله سيادة النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إزاي الصح؟ عاملة إيه؟ كله تمام الحمد لله والشكر لله. سيادة النائب محمود سامي، المقرر المساعد للجنة وأولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، منورنا سيادة النائب، إزاي الحال؟ كله تمام؟ طيب إحنا رحبنا الأول بليديز فيرست أهو، صح كده؟ طبعا ابدأ الاول بسيادة النائب محمود. طبعا انا يمكن اول حاجة هتيجي على بالي ما بين وثيقة ملكية الدولة وما بين استثمارات الدولة، هل يوجد اي تعارض في تنمية مناخ استثمار واعطاء فرصة للقطاع الخاص وللمستثمرين العرب والاجانب في ان الدولة تستمر برضو في ملكية بعض القطاعات الاستثمارية او تستمر في الاستثمار داخل نفس القطاعات؟ طبعا شكرا بالترحيب، شكرا فندم. احنا اليوم كانت جلسة استثمارات العامة جزء محور اساسي فيها وثيقة ملكية الدولة، وهي دي جايز الوثيقة اللي خدت اكتر قدر من التحدث خلال الجلسات اللي امتدت حوالي 7 ساعات.
وثيقة ملكية الدولة هي اللي بتربط ما بين الاستثمارات العامة والخاصة. لذلك يعني معظم اللي كانوا يعني متحدثين كانوا مركزين في هذه الوثيقة، لأنهم يعني جايين برضو من خلفيات الاستثمار الخاص والقطاع الخاص، وكانوا بيحاولوا يعني يفهموا الوثيقة أو يبدوا آرائهم ليها بالتعديل أو بالتأييد. الوثيقة هي زي ما حضرتك بتقول كده، هي دورها الأساسي هي تشجيع القطاع الخاص على الانخراط أكتر في الاستثمارات الكلية للدولة. احنا اللي اعتمدنا في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي خطة الاستثمارات الكلية للدولة، والمجلس الشيوخ كان أمس يعني تأكيد الاعتماد. الخطة ماشية، السنة اللي فاتت كانت الاستثمارات العامة تمثل 76%، السنة دي اللي هي أقرت أمس 64%، والقطاع الخاص يعني زاد ل 36% مستهدفات. يعني هنستطيع تحقيقها ولا لا؟ يعني هنحاول، هناك مشاريع بالفعل يعني مطروحة للقطاع الخاص في السنة القادمة زي محطات تحلية المية وغيرها بقى من عمليات التخارج اللي بتقوم بها الدولة. الوثيقة زي ما بقول هي يعني تحقيق هذا الترابط ما بين الاستثمار العام والخاص، بما فيها بقى أنواع الشراكات المختلفة ما بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص. والوثيقة يعني تفصيلية في ثلاث قطاعات احنا بنسميها كده، اللي هي إشارة المرور، اللي هي الإشارة الخضراء، اللي هي الاستثمار الخاص، يعني الدولة بتقول له يعني قوم بهذه القطاعات لوحدك واحنا هنتخرج يعني تدريجيا 3 سنين. الاستثمار الأصفر ده اللي هي الإشارة الصفراء، الدولة هتستمر مع القطاع الخاص في القيام ببعض المهام مع تعهدها اللي هيكون فيه يعني عدالة منافسة وما نسميه الحياد التنافسي. الإشارة الحمراء ان الدولة بتقول هذه القطاعات يعني غالبا القطاع الخاص يعني غير مهتم بيها، فأنا هستمر فيها لأنها بتمثل يعني قطاعات استراتيجية وأمن قومي، وبرضو القطاع الخاص مستدعى عندما يكون جاهزا زي الاستثمارات الخاصة بالتكنولوجيا المايكروشيبس وغيرها من الصناعات الثقيلة. فهي يعني الدولة متعهدة لها تطبق هذه الثلاث قطاعات، الترافيك لايت زي ما احنا بنسميها أو إشارة المرور. ويعني لدينا مستهدف خلال 3 سنين أن استثمارات القطاع الخاص يعني تزيد من العام الماضي 24% ل 65% خلال 3 سنين. نتمنى ان الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي يساعدنا في تحقيق يعني هذا المستهدف، ويعود تاني القطاع الخاص ليقود يعني عملية التنمية والنمو بعد ما الدولة يعني كانت تعهدت بذلك خلال ال6 سنوات الماضية. طب حلو، انا عايز نحط قاعدة رئيسية في قعدتنا او مناقشتنا النهارده، انها مش سؤال يمين وسؤال شمال انا عايز ان احنا نشترك مع بعض ونشتبك في هذه المناقشه مع بعضنا ونقطع بعض وكل حاجه، يعني لان دي اظنها بتبقى كمان اوقع واسهل انها نحن نقدر نوصل بيها المعلومه للمشاهد الكريم. وهنا هرجع لنائبه غاده. انا بسمع كتير جدا كلام يتشدق به الكثيرين، سواء اذا كان في مصر او حتى بره، تلاقي الامريكان يتكلموا فيه، الجماعه الفرنسيين قريب كانوا بيتكلموا فيه على واحده من القنوات بتاعتهم، انه وهو ليه الدوله مثلا، قالوا كده، وليه الدوله في مصر مثلا بتستثمر في القطاع الفندقي؟ الجيش الفرنسي، الجيش الامريكي تحديدا عنده سلسله فنادق، مش هقول اسمها، بس سلسله فنادق، عنده مصانع مواد غذائيه ومصانع اخرى، مش بس كمان الصناعات العسكريه، بالعكس عنده جزء من الصناعات العسكريه بيستثمر فيها القطاع الخاص. اذا في تشدق دائم بانه لازم الدوله تطلع عشان نعرف نشتغل، ما تشتغل ولا ايه؟ طب انت عندك حق في 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 جزء كبير من الكلام اللي بتقوله يوسف. الفكرة ان احنا محتاجين نبني ثقة في بيئة الاستثمار في مصر. زي ما انت قلت، طلعت كلام كتير على مستوى العالم، الدولة المصرية بتحجم القطاع الخاص، الدولة المصرية مش بتشجع المستثمر. احنا نفسنا خلينا نكون واضحين ومكاشفين للحقيقة الامر عشان نعرف نحل. حتى المستثمر المحلي الخاص داخل مصر هو نفسه أصبح في الفترة الأخيرة ما عندوش ثقة في استقرار بيئة الاستثمار. فبالتالي ده بيتصدر لدول العالم، بيتصدر للمستثمر الأجنبي، أصبح في سمعة عن الاستثمار في مصر إن البيئة طاردة للاستثمار. دور الدولة هنا من أهم أدوارها إن هي تواجه ده وتتعامل مع هذه السمعة. عدم اليقين في الاستثمار في البيئة المصرية محتاجين نحله، دي مشكلة وردت نبص لها. أول رسالة طمأنة للمستثمر الخاص سواء محلي أو أجنبي، لأن دي سمعة، لو المحلي مش هيرضى عن الاستثمار الخاص في بلده أكيد الأجنبي مش هيجيلنا.
فعشان يصدر كدولة رسالة طمأنة، ادي وثيقة ملكية الدولة، تعالوا نتشارك مع بعض، نحدد قطاعاتنا زي ما سيادة النائب محمود قال، ايه اللي انا شايفاه كدولة من وجهة نظري انا، مش من وجهة العالم عاوزني اعمل ايه، ايه اللي انا شايفاه حيوي وامن قومي واستراتيجي انا ما ينفعش اخرج منه، بالعكس انا عاوز ازود مشاركتي فيه عشان اضمن استقرار الدولة والمواطن وخدمات المواطن. ده انا موجودة فيه بقوة، ولكن في أنشطة أخرى أنا محتاج أدي كدولة للمستثمر الخاص فرصة، لأن أنا أولا محتاج دولة برضو نقد أجنبي، محتاج مستثمر يجيلي، يعني دي مصلحتي قبل ما أنا أكون بنفذ توجهات دول أخرى أو أراء دول أخرى. أنا شايف ده، أنا بقرر مصلحتي، بقرر الخطة الاستراتيجية اللي أنا عاوز أمشي فيها. الهدف الرئيسي زيادة ثقة المستثمر في الاستثمار في البيئة المصرية، ده أنا شايفاه أمر صحي جدا، بيمشي بشكل تدريجي في التخارج. كلمة التخارج مش معناها أن أنا هشيل إيدي ولا أن أنا هبيع أصولي، لا إطلاقا، التخارج معناه أن أنا بنظم وجودي في القطاعات حسب أولوياتها ليا كدولة وحسب اهتمامات المستثمر الخاص هو عاوز يستثمر في إيه. فده بشكل عام، ولكن عشان نكون برضو واقعيين، احنا عندنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المنتدى الاقتصادي اشتغلنا على الملف ده كتير جدا، ويمكن هي الوثيقة بصفة عامة كمان خدت جولات من الحوارات وكانت مرحب بيها، ولكن احنا اشتغلنا فيها وقلنا علشان الوثيقة دي ما تكونش مجرد كلام على ورق، أنا محتاج يكون في جدول زمني ومعايير ومؤشرات أداء أقول للمستثمر الأجنبي أو المحلي إحنا هنشتغل وفقا لهذه المعايير علشان يطمن ويدخل. بس بتتماشى في نفس الوقت أو يلازم هذه الوثيقة القرارات اللي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى بقيادة فخامة الرئيس، قرارات محفزة للاستثمار. أنا ما ينفعش أقول للمستثمر اتفضل وفقا للوثيقة تعالى شاركني في الأصول، وأنا أصلا المستثمر بيعاني من روتين وبيروقراطية وتأخير في بعض الرخص الصناعية والأراضي والنزاعات ما بين الجهات الحاكمة، يبقى أنا بديله فرصة بس هو مش هيعرف يستغلها. فأنا الحقيقة شايفة أن وثيقة ملكية الدولة بهذا الإطار وهذه المحاور، وضيف عليها مع التخارج وهنخرج من إيه وندخل في إيه، ضيف عليها كمان فكرة تأكيدها على الحياد التنافسي، يعني ادخل ونافس معايا وإحنا يعني هنشتغل بالحياد التنافسي، مفيش احتكار وهيكون ليك الفرصة كاملة، ومع الفرصة اللي بديها لك بديك إجراءات وحزم تحفيزية بحللك بيها المعوقات اللي أنا سمعتها منك، اللي أنت قلت أنا مش عارف أستثمر عشان كذا وكذا. 25 قرار أنا شايفة أن هم بيخدموا على مصلحة المستثمر الخاص في تمكينه من وثيقة ملكية الدولة. حلو جدا. طب أنا أستأذنكم هطلع فاصل. يعني بس يعني إحنا يعني في جزء طبعا يعني في جدارة من اللي حضرتك بتقوله يعني، لكن طبعا في موضوع عدالة المنافسة أو الحياد التنافسي يعني هناك بعض المشاكل، بدليل اللي هي جت يعني في الوثيقة المعدة بواسطة الحكومة وأقرتها الحكومة وأقرها يعني الرئيس الجمهورية. الحياد التنافسي يعني هو بيقول ايه؟ بيقول ان احنا ممكن نعمل صناعة واحدة، بس طبعا انت لديك تسهيلات، يعني عندك ممكن تحصل على الاراضي ببلاش او بسعر ارخص، في بعض الجهات الحكومية معفاة تماما من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لديها تسهيلات كثيرة. فانا لما اجي اعمل جنبك نشاط فاكيد يعني سعر السلع بتاعتي هتكون اغلى منك، فبالتالي دي نفس المزايا بتاعتك بالظبط. فهي وده اللي تعهدت بيه الدوله، حتى وده اللي احنا يعني هنقوله، يعني حتى مع وجود الدوله في القطاعات اللي هتستمر فيها لانها لا تستطيع الخروج منها، بنقول ايه؟ طالما هتستمري يعني يبقى احنا على نفس الجراوند، على نفس الارضيه. لو احنا بندفع ضرائب الجهه دي تدفع ضرائب، لو احنا بندفع قيمه مضافه تدفع قيمه مضافه، لو في تامينات انت تدفع التامينات. فبالتالي لما نيجي نسعر السلعه نكون يعني احنا تقريبا تكلفنا مشابهه، وتبتدي بقى ايه تسداد المنافسه في تحسين الجوده محاوله تخفيض التكاليف وهكذا. فهو ده الدوله اقرته في وثيقه ملكيه الدوله، نتعهد حتى في القطاعات اللي احنا سوف نستمر فيها بالحياد التنافسي. وده اللي بيقودنا لاحد المقترحات الهامه اليوم في جلسة الحوار، اللي احنا لا اما نعدل على وثيقة ملكية الدولة، لان احنا
يعني مقررين اللي هي قد لا تضطر الدولة للتعاقد بالكامل في هذه القطاعات، عليها اللي هي تحدد دورها، وبناء على تحديد دورها قد يعني تكون موجودة في القطاع ده النهارده تخرج بكره وقد تعود لي مره تانية. يعني انا مش عايز اقول القطاع الخاص اللي حضرتك بتقوله انا هطلع واسيبك، فيبتدي يحتكر هو السلعه بالظبط، فينتقل الموضوع الى احتكار للقطاع الخاص. وتجاربنا مع القطاع الخاص زمان بشعه، وطبعا راس المال الخاص يعني يسعى الى كل المكاسب عندما يجد احتكار. فدائما بنقول ايه، ان الفلسفه بتاعت وثيقه ملكيه الدوله يعني قد تحتاج اعاده الصياغه، او بنفكر مع المقرر العام والمقرر العام المساعد اللي احنا نعمل وثيقة موازية اسمها دور الدولة في الاقتصاد، نقول ما هو دور الدولة في الاقتصاد ونعرفه، هي المنظم والمراقب والمتداخل لو اضطرت. فبالتالي للقطاع الخاص نحن نترك لك المجال، يلا يعني تعالوا ولونا واستثمروا، لكننا قد نضطر في يوم من الايام اللي احنا حتى مع تعهدنا بالخروج اللي احنا نعود تاني. والدولة عملت كده مؤخرا عندما كان في احتكار لأعلاف الدواجن الذرة الصفراء وغيره، وأنا كررت هذا الأمر وكنت طالبه من وزير التمويل. تجار كانوا بيسعروا أعلاف الدواجن الذرة على الدولار 60 جنيه، احنا عارفين اللي فيه يعني تغير في سعر العملة، فيمكن اللي انت تضع لنفسك مارجن هامش عشان تكون مرتاح، لكن مش بهذا السعر. فبالتالي لما طلبنا من وزير التموين التدخل الدولة، وهي ما كانتش أصلا متدخلة في شراء الذرة الصفراء، كانت فقط القمح هو المادة الاستراتيجية أو السلعة الاستراتيجية، أما اشترت الذرة الصفراء ابتدت الأسعار تخف، ابتدوا يحسوا لا الموضوع ليس محتكر الآن، ممكن الدولة تخش في أي وقت تشتري. فابتدت الذرة الصفراء بعد ما وصلت لحوالي 22,000 الطن وصلت لي النهاردة 14,000 15,000. بسبب عنف القطاع الخاص، أنا أيام أزمة الأعلاف طلبت بهيئة شراء موحد للعلف زي بتاعت الدواء. يعني وصلنا لكده، لأنه أنت بتسعر الدولار بكام؟ ده إيه الافتراء ده؟ هي الفكرة أن احنا زي ما احنا بنتكلم أنا عاوز أشجع الاستثمار الخاص والمستثمر الخاص، أنا عاوز أطمن المواطن المصري أن أنت في يد أمينة وتحت عين رقابة دولتك، إن مفيش سلعة هتتأثر لو الدولة طلعت منها. خاصة طبعا إحنا عندنا لستة بالسلع الاستراتيجية بالصناعات الاستراتيجية اللي إحنا بنعتبرها أمن قومي، لازم تكون موجودة وموجودة بخدمة عالية وبالدعم الكافي. يعني إحنا من أهم عوامل الاستثمار أو يعني مبررات الاستثمار أو أولويات الاستثمار إن أنا أكون بحقق حاجات مهمة جدا. أولها إن أنا بحقق أو بضمن مناخ أو بيئة اقتصادية، بنية أساسية للبيئة الاقتصادية. بس ما انساش إن أنا كمان من ضمن الأولويات دي إن أنا بقدم دعم للمواطن، فأنا بعمل أو تخفيف العبء عن المواطن. فأنا بعمل سياسة ملكية الدولة وبدي للقطاع الخاص مساحته، ما اغفلش ابدا ان المواطن ليه عليا دور، لازم اكون موجود جنبه، ما سيبهوش للاحتكار. انا لما بتكلم على الحياد التنافسي بتكلم ان انا الحياد التنافسي ده بالنسبه لنا زي فرص تكافؤ الفرص او مبدا تكافؤ الفرص. القطاع العام والقطاع الخاص، الدوله والقطاع الخاص ليهم نفس المزايا، يشتغلوا ويقدموا في القطاعات اللي انا اقدر اقول ان انا كدوله هتخرج منها وما فيش اي قلق ان انا اكون مش موجود فيها كدوله او يد الدوله، ولكن بمبدا تكافؤ الفرص. بس ده ما يجيش على المواطن، وفي نفس الوقت ده ما يضرنيش في قيمه اصولي اللي انا بطرحها. يمكن دي من ضمن الحاجات اللي هو مع سياسه ملكيه الدوله او وثيقه سياسات ملكيه الدوله، انا بتكلم في نفس الوقت على اداره اصول الدوله، الاصول المملوكه للدوله. يعني كنا لسه بنتكلم دي أصول وثروات مصر، يعني دي مش بخاطب بيها الوضع الحالي وبفك بيها أزمة اقتصادية، ده مستقبل أجيالنا لأن دي ثروات مصر. طبعا وده حقهم ملكهم. بالضبط كده. الاقتصاد المصري فيه كم ضخم من الأصول غير المنتجة، سواء بقى هي أصلا أصول غير مستغلة بالكلية تابعة للجهات والوزارات والمحليات وغيره، أو أصول تابعة لهيئات بتخسر وبإدارة اقتصادية ممكن أعظم العائد منها. صح. أنا محتاجة أعمل ده وأعظم عوائد أصولي وأدير الأصول المملوكة للدولة إدارة اقتصادية قبل ما أطرحها للمستثمر الأجنبي، ودون تشنج. يعني أتعامل مع إدارة أصول الدولة
وفي نفس الوقت انا كمان كدوله مش عاوز استسلم لحالات الابتزاز السياسي والعاطفي والتشنجات اللي بتحصل. طيب انا هستاذنكم في الفصل الاخير، والله الفصل الاخير غدائنا فصل قصير ونعود فورا. اهلا بيكم. وتحت عنوان نحو مجتمع اشتراكي، لا خالص عمري ما هفرض عليك ده ابدا يعني، لكن دون ان نضع عنوان تحت مجتمع اشتراكي، الدوله تقدر دايما تكمل في استثماراتها زي ما اتفقنا مع حضراتكم على ان تكون المزايا اللي موجوده ممنوحه للكل، وبالتالي يبقى المناخ متوازن للكل. طيب هيبقى دائما هي مساله، هل احنا بقى، وده يمكن سؤال لحضراتكم جاوبوني عليه سوا، ما مش هاخدها يمين وشمال. هل انا كدوله كحكومه كمنظور اقتصادي انا شايف الاربع خمس سنين اللي جايين اللي هم عمليا 20-30 خلاص بقت على الباب يعني انا بعتبر 20-30 دي بكره، انا شايف بكره هيبقى شكله عامل ازاي على صعيد مثلا تدفقات العمله الصعبه، على صعيد التنافسيه الاقليميه، على صعيد التنافسيات اللي جايه لي اللي هي موجوده اصلا وسبقاني في اوروبا الى اخره، انا شايف ده حسيته بده جوه الحوار. يا بص يا فندم، هي طبعا يعني خلينا نكون في الحوار وهنا وفي كل مكان نكون صريحين، يعني هناك أزمة، نعم هناك أزمة، جزء كبير منها مستورد، نعم كانت في عندنا مشاكل داخلية لما جت الأزمة العالمية يعني كشفتها أو زودت من حدتها. هل نتائج الحوار قريبا هنشوف تغييرات؟ أعتقد مش قريبا، يتوقف ذلك على أن يعني في الخارج الدنيا تستقر، أمريكا لحد ما معدلات التضخم ابتدت تستقر لحد ما، كان في مفروض النهاردة أو بكرة إن شاء الله الاجتماع الفيدرالي في بنسبة 75% توقعات اللي هو يثبت الفايدة لأول مرة، وبالتالي رفع سقف الدين بقى خلاص وفي داعي للطمع، رفع سقف الدين، فالأسواق الأمريكية ابتدت تنتعش مرة أخرى. إحنا يعني جزء كبير من أزمتنا مع ارتفاع معدلات الفايدة اللي إحنا ما كناش قادرين نكمل الاقتراض، يعني أنا دائما بقول الاقتراض مش سيء على طول الخط، ما فيش دولة أو شركة أو فرد ما بيقترضش، لكن كانت مشكلة اللي احنا كنا بنستخدم جزء كبير من الاقتراض في انفاق قيري أو مشروعات يعني ايه ليس لها عائد رأس مالي، ليه عائد اجتماعي لكنها ليس لها عائد اللي احنا معروف يعني. لو الوضع العالمي استقر اعتقد يعني الأزمة عندنا هتخف وتقطع شوية، لكن ده يعني هل يتحقق يعني خلال شهور؟ لا اعتقد، لازم عندنا محتاجين فترة ما، لكن كل اللي احنا بنعمله اللي احنا بنسعى يعني في وضع خطة متوسطة الأجل اللي هي صدرت الأسبوع الماضي والأسبوع ده كما أشرت 3 سنين بنحاول نرفع فيها مستهدفات الاستثمار الخاص، بنحاول دي بيرتبط بيها قدوم بعض العملات الأجنبية لأن الاستثمار الأجنبي المباشر عندنا أمل كثير إن الاستثمارات اللي هي محطات التحلية بنركزين بشكل أساسي على استثمار أجنبي مباشر لأن الاستثمار المحلي قد لا يكون جاهز لهذه النوع من الصناعات. محتاجين أنا معتقد 2-3 سنين لغاية ما نقول الوضع يستقر، المعدلات الفائدة تنخفض، فنستطيع مرة أخرى اتجاه لأسواق الدين في الخارج مع طبعا إدارة رشيدة للدين، لأن احنا المفروض خدنا درس اللي احنا الدنيا مش دائما على طول الخط مستقيم، يعني بيحصل ups and downs صعود وهبوط، فبالتالي علينا اللي احنا نتحسن في إدارة الدين بشكل كبير في الفترة دي، ودي جهاز احد التعهدات الحكوميه باستخدام القطاع الخاص لان الاستثمارات العامه هي من ارهقنا بالديون، كنا محتاجين معدلات نمو كنا محتاجين معدلات نمو، كنا محتاجين مشاريع كنا محتاجين مشاريع، لكن في مقابل ذلك ارتفع الدين العام بشكل كبير وهو ده الازمه الحاليه اللي احنا بنحاول يعني نتجاوزها سريعا، نتمنى الاسواق العالميه تساعدنا في هذا الامر يعني. خليني اقول لك يا يوسف ان احنا السنوات الماضيه كنا بنقطع شوط طويل ان احنا نجهز نفسنا بكل عوامل الجاذبه للاستثمار، سواء بنيه تحتيه، سواء شبكه طرق وانتقالات ومواصلات، شرط من شروط الاستثمار طبعا. اي مستثمر عاوز شبكه طرق، ارهقتنا باستثمارات في الطرق ارهقتنا، بس لو ما كانتش موجوده ما كناش هنحلم في يوم من الايام ان احنا يكون عندنا مستثمر طبعا. وحتى لو عملنا له
أكم من المحفزات اللي طالبها. ما فيش ضرائب صفر مش هيجي. مش هيجي، ما عندوش شبكة انتقالات. في مدن جديدة اتفتحت، في مدن جديدة اتفتحت. احنا في مصر يمكن من بعد ثورة يونيو المجيدة بدأنا يعني خريطة الطريق لتجهيز مصر لاستقبال الاستثمار. يمكن فاجئتنا أزمة كورونا، فاجئتنا أزمة روسيا وأوكرانيا والأزمات الاقتصادية العالمية، جت مش في وقتها، يمكن جت في الوقت اللي احنا المفترض نجني فيه ثمار الإنجازات اللي حصلت في السنين اللي فاتت. ولكن هنا خليني يعني أشيد بمرونة الإدارة الاقتصادية. يعني احنا فجأة بعد ما كنا ماشيين فعلا في خط استكمال الاستثمارات والمشاريع، لا طلعت القرارات الرئاسية ان احنا يبدأ هنا نوقف المشاريع اللي بتتعامل بالعملة الأجنبية طول ما احنا عندنا مشكلة في العملة. الاقتراض بدأنا ان احنا نقلل ايدينا شوية في طلب الاقتراض او الموافقات في المجالس حتى على الاقتراضات. فاذا احنا في فترة إعادة توجيه للطريق بتاعنا. اللي أنا متخيلة الفترة الجاية مع العديد من المحفزات الاستثمارية، مع البيئة يعني اللي أصبحت ممهدة لجذب الاستثمار واستجابات الدولة لآراء المستثمرين، هنتعب شوية لغاية ما نكسب ثقة المستثمر وبعدين ننطلق، لأن الأمور بقت جاهزة لاحتواء المستثمر مع المحفزات اللي صدرت. ولكن خلينا برضو نتكلم بعقلانية أكثر. المستثمر الأجنبي مش عاوز مفاجآت ولا المحلي طبعا. المستثمر عاوز المزيد من الاستقرار التشريعي مش المزيد من التشريعات. احنا عندنا تشريعات محتاجين ننقحها لصالح المستثمر. تنقيح التشريعات، هو محتاج الاستقرار التشريعي، محتاج ان انا ما فاجئهوش على فكرة، حتى لو مفاجآت إيجابية او سلبية بالنسبة له. هو محتاج يحط خارطة الطريق وإدارة مخاطر لأهدافه وموارده، ما فاجئهوش كل شوية بقرار إداري، بقرار وزاري، يعني معوقات تطلع كل يوم. هو عاوز يرسم طريقه، وحتى المهم جدا ان انا أأمنه في لحظة التخرج، وقت ما يجي المستثمر علشان يدخل يستثمر لازم أكون مأمنة له خروج آمن بما لا يضره ولا يضرني كدولة. 100% سليم. فهو إحنا محتاجين أولا المزيد من الاستقرار التشريعي، تنفيذ المحفزات الاستثمارية الصادرة بالقرارات المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذها وتقييمها، والأهم من كده أنا محتاجة أكلم العالم الخارجي يعني باللغة اللي بيفهمها. احنا عندنا التصنيفات الائتمانية شغالة في وادي، والجهات المصدرة للبيانات الداخلية في وادي آخر. احنا محتاجين نوحد الأيديولوجيات ما بين المعايير اللي بتطلع بيها التصنيفات الدولية واللي احنا بنصدر بيها البيانات. لازم يكون في تنسيق، لازم يكون في تسويق لمخرجات الدولة اللي بيحصل بما يؤثر على التصنيفات الائتمانية. وأخيرا أصول الدولة إذا تم تقييمها بالشكل الحقيقي كما يجب أن يكون، هذه الأصول لو أضيفت لحجم إجمالي الناتج المحلي، ولو هذا الناتج المحلي نسبنا ليه نسبة الديون، المؤشر ده هيتحسن كتير يعني جداً. واتحسن من السنة اللي فاتت للسنة دي، وده تحرك إيجابي بسبب أن الناتج المحلي بتاعنا زاد شوية ومجهود دولة. صحيح. ما بالك لو أظهرنا فيه قيمة أصولنا الحقيقية بإعادة تقييمها بآلية عادلة للتقييم، المؤشر ده هيتحسن. لو المؤشر ده عالميا اتحسن، انا عندي هيكون عندي قوه تفاوضيه للنفاذ لفرص تمويليه بشروط ميسره طبعا. عندي هيكون قوه جذب للمستثمر الاجنبي، عندي هيكون في مكافحه فساد في اداره اصول الدوله، وده شيء منطقي جدا، فصل الملكيه عن الاداره واعاده التقييم واستكمال منظومه اداره الاصول. احنا اولى باصولنا 100%. انا بشكرك جدا، بشكرك جدا بشكرك محمود، كل الشكر النائبه غادة علي، كل الشكر سياده النائب محمود سامي، نورتونا وشرفتونا واسعدتونا، كانت مناقشه بالنسبه لي ممتعه ومثمره الى ابعد الحدود. حظي وحش ان الوقت خلص، عمالين يزنوا عليا يلا يلا يلا. حاضر، خلصت الحلقه لحد كده. ثواني يكون موجود معاكم رجائي رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر ان شاء الله نكون موجودين معاكم بكره وبرنامجكم التاسعه. سلامات. We'll be right back.